السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد ياسين أبس ستاف سوليوشنز. النهاردة محاضرة جديدة من محاضرات الجافا ديزاين باترن. النهاردة الباترن بتاعنا اسمه ديكوريتور باترن، وهو يصنف تحت الستراكشرال باترنز أو هيكلة أو تشكيل شكل الأوبجكت عامل إزاي. في المحاضرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن مشكلة، وهي مشكلة إن أنا عندي أوبجكت في مجموعة كبيرة من الأتريبيوتس وفي معظمهم أوبشنال أنا مش محتاجهم، فعايزين يكون الموضوع فليكسبل ودايناميك ان يقدر الكلاينت يختار الاتريبيوتس اللي محتاجها بس. فلقينا ان قدامنا ثلاث حلول، يا اما نعمل 1000 ولا 2000 كونستراكتورز حسب ايه، حسب الاحتمال الكلاينت هيختار ايه، او ان احنا نستخدم النال فاليو في الاوبشنال بارامتر. ودول طبعا اختيارين فعلا معقدين جدا، خاصه من حجم الاتريبيوتس كتير. فكان الحل الاحسن ان احنا نستخدم البيلدر باترن، ان انا بدي فلكسبيليتي للكلاينت يختار الاتريبيوتس اللي هو محتاجها، اما الاوبشنال او الحاجات اللي مش محتاجها ممكن ما يضيفهاش عنده اثناء تعريف الاوبجكت. النهارده نفس الفكره قريبه جدا، وهي فكره ان انا عندي اوبجكت وعاوز اضيف نيو فيتشرز او نيو فانكشناليتي، بس من غير ما اغير الستايل او الاوريجينال اوبجكت نفسه. يعني مثلا عندي اوبجكت بيعمل مجموعه من الفانكشنز، زي مثلا بيقرا مسج، بيقرا ايميل، بيجنريت صوره، وبعدين انا بقى ايه، عاوز الالوان، طب عاوز اغير شكل صوره، طب انا عاوز احط لها بوردر، طب انا كل شويه هزود نفس الفيتشرز دي داخل الاوبجكت، هيبقى حجم الاوبجكت كبير وهيبقى نوت ريوزبل، وكمان انا احيانا مش محتاج كل الفيتشر دي. فالحل ايه؟ الحل ان انا اعمل لوز كابلنج، او افصل الفانكشناليتي على مجموعه من الاوبجكتس، وبعدين اقدر اربط الاوبجكتس دي مع بعض عشان اعمل انهانسمنت وازود الفيتشرز اللي في الاوبجكت اللي انا محتاجها. يعني مثلا في مثال حلو قوي في جافا بتتكلم عنه، هو مثلا الانبوت ستريم، ان انا عندي الفايل ده مثلا عاوز احوله لباينري، وبعدين عاوز احوله لانبوت ستريم، وبعدين عاوز احوله في البافر. فبالتالي بدل ما كنت ازود كل الفيتشر دي داخل الكلاس اللي اسمه فايل، فلا انا وزعتهم على مجموعه من الاوبجكتس الثانيه، وفي الران تايم او في الكولينج بعمل ايه؟ بعمل حاجه زي لعبه البيلدنج بلوكس او تركيب المكعبات، اركب ده على ده على ده، في الاخر هيطلع الاوبجكت، ولكن انا الفايل نفسه كاوبجكت ما لعبتش فيه تماما، ما غيرش في الاستراكشر، في الفيتشر، في الكومبوننت، ولكن انا ضفته او عملت له انجكت او ركبته مع اوبجكت تاني، الاثنين ركبوا مع بعض فادوني كل الفيتشرز اللي انا محتاجها. تعال نشوف السلايد هيوضح الموضوع شويه. طيب تعال نشوف السلايدز. انا طبعا عارف انتوا مش بتحبوا السلايد، بس انا يعني بحاول اوضح مجموعه من البوينتس هتهمنا واحنا شغالين. في السلايدز بتاعتنا بتقول ايه؟ بنتكلم عن الديكوريتور باترن، واحيانا بنسميه الرابر باترن. ليه بنسميه رابر؟ لان هو احنا بنغلف الاوبجكت اللي عاوزين نعمله انهانسمنت، بنغلفه في اوبجكت تاني عشان ايه، يدمجوا الفيتشرز مع بعض، وبعدين ندمجه في اوبجكت تالت وهكذا. فبنعمل عمليه رابنج، او ان انا بغلف الاوبجكت في اوبجكت في اوبجكت في اوبجكت لحد ما ايه، اوصل للفيتشرز اللي انا محتاجها. تعال نشوف المهندسه الصغيره دي بتقول ايه. بتقول ماي بروبلم از ماي سيستم از فيري كومبلكس اند ديفرنت ريكويرمنتس اند فانكشنز ات ران تايم. انا السيرفيس بتاعتي او السيستم بتاعي معقد جدا، وفي مجموعه كبيره جدا من الريكويرمنتس والفانكشناليتي بحتاجها في الران تايم. فهي طب احنا مش فاهمين يا باشمهندس قصدك ايه؟ يعني بتقول اتس لوكس لايك ريستورانت، عامل زي المطعم كده، حاجه زي المطعم. فكره الموضوع ان انا عندي زبون يدخل بيختار عنده مجموعه كبيره من الكومبلكس ريكويرمنتس، هو عاوز حاجات معينه، عاوز اكل، عاوز مثلا بيتزا عليها من فوق شويه كاتشب وزيتون وكده، ويحط لي فوق في الاخر رش لي عليها شويه عصير. يعني هو حر، هو الكلاينت عاوز كده، فهو عنده كومبلكس ريكويرمنتس، هو عاوز يعمل شويه تعقيده كده في البيتزا بتاعته تطلع بشكل معين. فاحنا لازم نوفر له الطريقه ان هو يقدر يجنريت الريكويرمنتس دي. فبتقول I search for system to calculate the client's receipts and handle the various functions without affect the original object. بتقول انا بدور على سيستم، السيستم ده بيروح يحسب لي طلبات الزبون ده والكلاينت ده محتاج ايه، ونهندل كل الفانكشنز اللي هو طالبها من غير ما اعدل الاوريجينال اوبجكت اتسلف، من غير ما اعدل السيستم الاساسي. I need make
all objects in system in the system more flexible than static inst. انا مش عاوز اعمل ايه، انا عاوز اخلي السيستم بتاعي more flexible، احسن من ان انا احط كل شغلي وكل الفانكشنز داخل الستاتيك اوبجكت. I need to extend the functionality of the object at runtime. انا عاوز ازود الفانكشناليتي والكلام ده كله في الران تايم، مش عاوز وانا اروح كل شويه اغير في الكلاس وازود فيتشرز جديده واوبجكت جديده وفي الاخر تلاقي الكلاس بتاعي فيه 5000 ميثود منهم مستخدم نسبه بسيطه والباقي كله خلاص ملوش لازمه. فده مش بيست براكتس، ولا ماتشد لل الايه الديزاين باترن او سوفت وير ديزاين باترن كونسبت. فبالتالي يعني انت يا باشمهندس انت عاوز ايه؟ بتقول انا عاوز اكستند ذا فانكشناليتيز وذاوت تشينج ذا اوريجينال اوبجكت. انا عاوز ازود اهو، شايف انا بركب المكعبات وازود حاجات في حاجات، في الاخر طلع الشكل اللي هي عاوزاه بدون ما نعدل في المكعب نفسه. اوكي؟ طيب مثال زي ايه؟ بنقول مثال زي ايه؟ زي مثلا جافا مدينا مثال كويس عن الانبوت ستريم. الانبوت ستريم بتحتاج بارامتر من نوع فايل، فبالتالي انا عشان ازود فيتشر للفايل ده فكان قدامي اوبشن ان انا اي فيتشر زي في ان انا احولها للانبوت ستريم او ان انا اروح استخدمها في داخل البافر، فكان ممكن ازود كل الفيتشرز دول في نفس الكلاس بتاع الفايل. ولكن الفكره كلها ان احنا عملنا فايل انبوت ستريم وبعدين بافر انبوت ستريم، فبالتالي باخد الفيتشر بتاع الفايل وبدخلها داخل الانبوت ستريم، وبعد بعد ما احولها للانبوت ستريم بحولها للبافر انبوت ستريم، في الاخر باساين الفاليو دي او الاوبجكت ده للانبوت ستريم. فهنا انا عملت انهانسمنت للفانكشناليتي وعملت اكستند للفانكشناليتي في الران تايم وداوت ان انا اعدل على الاوريجينال اوبجكت. تعال نشوف ايه فكره الرابر. الرابر ده نفس فكره الرابر بالظبط، ان انا بغلف الكلاس بتاعي. طبعا انتوا جعانين دلوقتي طبعا بعد الساندوتش الجميل ده، فطبعا ايه ادي الطباخ اهو، فجاب مثلا حط لحمه وبعدين طماطم بعدين خس وبصل وخبز وهكذا عشان يطلع في الاخر الاوبجكت فاينل اوبجكت. كان ممكن نحط ايه حاجه ثانيه، ممكن يحط جبنه، ممكن يحط لانشون، ممكن يحط ما اعرفش باستر. المهم انه ايه، هو حر يعني الكلاينت يضيف الفيتشرز اللي هو محتاجها وزاوت ان هو ياثر على شكل الخبز نفسه او الاوبجكت نفسه. تعال نشوف الزبون ده قاعد اهو. الزبون ده دخل حجز ترابيزه في المطعم وقاعد طلب حاجه معينه. كان ممكن ايه، خلاص ممكن حجز ترابيزه ويقعد، انا بس عايز اقعد شويه بس. فاوكي خلاص القعده مثلا هتكلفك مثلا ايه 50 دولار مثلا. اوكي ماشي مفيش مشكله. شويه راح ايه قال طب انا عاوز اكل، فجابوا له مثلا ايه، جابوا له فرخه كده مشويه شكلها جامد جدا يعني. وبعدين شويه قال لك طب بصوا انا عاوز شويه قهوه، راح جابوا له شويه قهوه. شويه طب انا عاوز ايس كريم. شويه طب بصوا ايه رايكم في طبق ايه باربيكيو كده سريع. طب شويه عصير. طب اوكي طب اديني كمان واحد بيتزا. الراجل خلص المطعم صراحه. وبعدين ايه دخل واحد بيتزا وفي الاخر ايه طلب الفاكهه يحل بيها. فشايفين ان هو الكلاينت طلب اللي هو عاوزه، فانا مش هينفع اعدل في الفاكهه اخليها فاكهه بالبيتزا عليها شويه عصير، مفيش حاجه اسمها كده. ولكن دي فاكهه اسمها فاكهه لوحدها ليها كوست وديسكربشن. اوكي فبالتالي لكن انا ممكن اجمعهم مع بعض واقدمهم للكلاينت از ايه از وان اوردر او وان ريكوست. فممكن كمان يطلب ان هو حتى ممكن داخل الاوبجكت نفسه، يعني هو طلب قهوه عاوز يزود فيتشرز جوه القهوه نفسها بقى، يعني مش عاوز اكل ولا حاجه، هو طلب قهوه. وبعد ما طلب قهوه قال انا عاوز ازود شويه مثلا شوكليت، وبعدين قال لك ايه زودوا لي شويه حليب بمالك، وبعدين ايه زودوا لي واحد سكر او لا زودوا لي كمان ايه كمان ثلاث معالق سكر مثلا بالمنظر. فهو كل حاجه هيطلبها هيكون ليها ايه ليها كوست او هتاثر في الاوبجكت وذاوت ان انا برضو عدلت في الاوريجين اوبجكت. فانا الفكره المثال بتاعنا ان انا عاوز اعمل كالكوليت للريسيت بتاعنا، فهنا بستخدم حاجه اسمها الاجريجيشن اوبجكت، ان انا بجمع كل الاوبجكت دي مع بعض وفي الاخر اطلع الفيتشر بتاعتي. في الاخر هيطلع الراجل ده الريسيت هيدفع مبلغ محترم ان شاء الله. فايه ايه فكره الريستورانت ديكوريتور بتاعنا؟ الديكوريتور بيقول لك هو عباره عن كلاس عامل زي الكيتشن كده، عباره عن زي المطبخ، هو بيصنع اللي انت عاوزه. يعني الديكوريتور كديكوريتور هو عباره عن كلاس فكرته هو زي المطبخ او زي المكنه بتصنع حاجه معينه، فانا بديها شويه انجريدينتس
شويه حاجات، وهي في الاخر تطلع لي اللي انا عاوزه. فبديها مثلا زي الكافي والجوس والميلك، وبدي اللي انا عاوزه. دي اوبجكت مختلفه ماشي، دي اوبجكت، ده كلاس وده كلاس وده كلاس. في الاخر انا بجمعهم مع بعض عشان اطلع داخل الدوكريتور ويديني ايه، ويديني الفانكشناليتي اللي محتاجها. فبيقول لك ان كل جريديانت او كل اوبجكت من دول يحتوي على حاجتين اساسيين في المثال بتاعنا، الكوست والديسكريبشن. تمام. وفي عندي حاجه اسمها البيز كومبوننت، يعني عندي المطبخ نفسه ده جزء، الريستورانت بيتكون من حاجتين، الريستورانت بتاعنا او الديكوريتور بيتكون من حاجتين، البيز كلاس او بيز اوبجكت، وده ده جزء لوحديه، ده مثلا جزء لوحديه ممكن استخدمه لوحده. وعندي حاجه اسمها الايه الديكوريتورز نفسها، او الايه او الانجريدينتس نفسها اللي هي باقي الاوبجكتس. بيقول لك ان البيز كومبوننت هو عباره عن كلاس، عامل زي مثلا زي الترابيزه في الـ في الـ في الـ في الريستورانت. الزبون ممكن يحجز الترابيزه وما يطلبش اكل، هو عاوز ترابيزه خلاص، مش محتاج بقى تعمل له اكله في المطبخ، هو مش محتاج يدخل المطبخ اصلا. طيب ومش محتاج حتى ياكل ولا يشرب، هو محتاج يقعد بس في فده بنسميه البيز كلاس. فممكن ما يستخدمش الايه الفانكشناليتي المطلوبه دي كلها، زي فكره الفايل. الفايل بالنسبه لنا ده بيز، يعني الفايل في المثال بتاع جافا، الفايل ده البيز تيبل بتاعنا او البيز اوبجكت، ده بيز ممكن استخدمه لوحده وخلاص، السلام عليكم انتهت القصه. وممكن لو احتجت ازود عليه فيتشرز ماشي، يعني هو الاول خد البيز اللي هو الفايل، وبعدين شويه حوله لايه؟ لفايل انبوت ستريم، وشويه خد بعد كده بعد ما حوله لفايل انبوت ستريم راح في الاخر حوله للبفر انبوت ستريم. هو بينهانس وبيزود او بيكستند الفانكشناليتي في الران تايم. فلكن عندي بيز تيبل هو ممكن يستخدمه خلاص، مش محتاج الباقي الفيتشرز دي كلها. فممكن الكلاينت يطلب كومبلكس اوردر، فيطلب حجز طاوله زائد الكلام ده كله، ولكن ما ينفعش يطلب اكل بدون ايه؟ بدون ما يحجز الايه؟ الطاوله اللي هي البيز كلاس بتاعنا. ففكره الرابر ان انا عندي كلاس عامل رابر ارابنج لكلاس تاني وهكذا، فلو جه اشتغل هلاقي ان الكلاس ده خد الفاليو وبعتها لده، وبعدين يعني ارسلها بالطريقه دي، وبعدين في الريسبونس بياخد من البيز كلاس لحد ما يطلع لاخر كلاس بره في الرابر. فبالتالي لو احنا مثلا طلبنا واحد يطلب عاوز طلب بيتزا، فبيقول له في البيتزا بتاعني كده كده هياخد البيز كلاس الفايل او التيبل اللي هو البيز، وبعدين هيقول له طب بص انا عاوز عليها البيتزا بقى بتاعتي، عاوز عليها شويه جبنه، وبعدين هيقول لك الجبنه اسمها جبنه وسعرها كذا اوكي، وعاوز زود لي بصل، وبعدين زود لي شويه توميتو، وبعدين شويه لحمه، وبعدين زود لي معرفش ايه. المهم في الاخر ايه؟ هيديني البيتزا بالكل الكومبوننتس دي. ده فكره الباترن بتاعنا. عندي ايه؟ عندي انترفيس، فالانترفيس ده فيه بيديني الكوست والديسكربشن، وعندي البيس تيبل اللي هو الفايل، ده حاجه مستقله لوحديها كده ممكن استخدمها لوحديها، بس هي في الاخر بتورث من الريستورانت، او هي جزء من الريستورانت، والريستورانت ده بيمثلني الريستورانت بوليسي. اي حد داخل ريستورانت لازم يطبق الكوست والديسكربشن، سواء كان بيز كلاس او ديكوريتور كلاس. وبعدين عملنا ديكوريتور كلاس. الديكوريتور ده عباره عن ايه؟ عباره عن ابستراكت كلاس، مش هينفع استخدمه، ولكن هو بيبقى السوبر، الاب اللي هو كل اولاده تحت دول بيتعاملوا معاه. فالاب ده بيطبق، بيروح ياخد نسخه من الانترفيس عنده عشان ايه؟ يجمع فيها، تبقى عامله زي المحفظه كده، يجمع فيها كل الاوبجكت الثانيه، مهم قوي الانجريدينت ده. وعندي بقى بيطبق كل الاب وابنائه الانترفيس، الكونستراكتور بتاعه بيبقى فيه الانبوت بتاعه والبارامتر بتاعته من نوع الانترفيس الريستور. مهمه جدا الحته دي ليه؟ لان انا هاخد ليه نفس النوع؟ لان الطبيعي زي ما شفنا المثال ان هاخد ده وادخله جوه ده كانبوت، وده هيدخل ده، لان كلهم من نفس الانترفيس، فبالتالي كلهم انفع استخدمهم از بارامتر للاوبجكت اللي بعديه. يعني الاوبجكت ده جهزته فهاخده زي ما هو كده وادخله في الميت، فهو الميت ده ريستورانت، فهو هنا هيدخل ميت نفس الانترفيس، وجهزت الميت هاخده وارميه فين؟ في الفيجيتابلز، فالفيجيتابل برضه فيها نفس الانبوت ده، فبالتالي هيبقى ايه؟ هيشيل هنا الميت، والميت شايل ايه؟ شايل ده وده، راب للاثنين دول. وبعدين الجوس هيشيل مين؟ الفيجيتابلز، لان الفيجيتابلز برضه من الانترفيس ده، والفيجيتابلز شايل جواه ايه؟ او رابد جواه ايه؟ اللحمه والفروت. فبالتالي هنلاقي ان كل اوبجكت هياخد الاوبجكت اللي قبليه وكل الفانكشناليتي اللي معاه، وبالتالي
اما ناخد الكلام ده كله ونروح للنادي التيبل، هيقدر يطلع لي الكوست والديسكريبشن لكل الفيشر. تعالى ايه نشوف المثال بتاعنا. في المثال بتاعنا بقى عندي انترفيس اسمه الريستورانت، المطعم، والمطعم ده فيه مجموعه من البوليسي بتطبق على اي كومبوننت او اي حاجه تحتيه، اللي هي ايه، بيطبق الكوست والديسكريبشن. اي حد هيطبق البوليسي بتاع المطعم ده لازم يحط جواه الكوست والديسكريبشن، سواء بقى كان بيس تيبل زي التيبل او الفايل بتاع جافا او الديكوريتورز بقى الاب نفسه وكل من يورث اسم الاب ده. فالديكوريتور ده قلنا ايه، هو المطبخ، هو اللي هيجمع تحتيه الحاجات دي كلها. فالمطبخ ده اول حاجه بيبقى ايه جواه اوبجكت من نوع الانترفيس ده، ده قلنا هيبقى عامل زي المحفظه اللي بشيل فيها كل معلومات الاوبجكت اللي تحت، وبالتالي برضو هيعمل امبلمنت الكوست والتايم، وفي الكونستراكتور بتاعه هيشيل انبوت من نوع الانترفيس بتاعي عشان اقدر اضيف جواه باقي اي اوبجكت بامبلمنت الانترفيس ده. طيب وبعدين عملت مجموعه من الاوبجكتس الكونكريت كلاس، كلها كونكريت كلاس دي بتورث من مين؟ من الابستراكت كلاس او الاب. فبالتالي بتاخد كل طبعا بتورث كل صفاته. برضو كل الكونستراكتورز بتاع الابناء دول كلهم لازم يكون الانبوت بتاعه من نفس الانترفيس، بحيث زي ما قلنا ايه هاخد اجهز ده واضيفه از انبوت للي بعديه، واللي بعديه اضيفه كانبوت للي بعديه، وبالتالي ده هيشيل الفيتشرز اللي هنا واللي هنا، وبالتالي انا عملت اكستند للفانكشناليتي بدون ما اعدل في الانترفيس نفسه او في عفوا في الاوبجكت او اوريجينال اوبجكت نفسه. تعال نحول الكلام ده كله نقول له اعمل لي بيلد للانترفيس ده. هنلاقيه دلوقتي عمل لي جنريت للبروجكت اهو، وجاب لي كل الكلاس. عباره تعال نشوف ايه بدا عمل معانا. اول حاجه ايه عمل معانا؟ الريستورنت. الريستورنت ده عباره عن ايه؟ عباره عن انترفيس. انترفيس فيه بس الكوست والديسكربشن، وقلنا دي البوليسي اللي هتطبق على اي حد بيمبلمنت الايه الكرنت انترفيس او الكرنت ريستورنت انترفيس. وبعدين عملنا البيس كلاس زي الفايل او الكلام ده كله فاكرين، فطالما بيطبق الريستورنت ده فبالتالي هيعمل اوفررايد. طب ممتاز. وعملت هنا اثنين فاينل اتريبيوتس، واحده سعر الترابيزه 50، ممكن اثبتها هنا دايركت او بقول له سعر الترابيزه 50 وسعر والديسكربشن بتاعها ان انا بحجز طبعا. بس انا كده مبدئيا عملت ايه؟ عملت الانترفيس وعملت له امبلمنت في البيس كلاس، خلاص شغالين تمام. وتعالى في الديمو بقول له ايه في الديمو؟ قلت له عرفني ريستورانت واحجز لي بس ترابيزه. فالترابيزه من نوع ريستورانت فطبيعي انها هيشغلها لي مفيش مشكله. فقلت له ران، فقلت له اطبع لي الكوست واطبع لي ايه؟ اطبع لي الديسكربشن. فقال لي ان الكوست عباره عن 50 والديسكربشن عباره عن ترابيزه. طب انا مش محتاج اطبع كل شويه كده، عايز اعمل ريبورت كويس. تعالى نيجي عند الديسكربشن واقول له اطبع لي بلس عشان يديني سطر جديد بس. فقال لي اوكي تفاصيل الريسيت ان انت حاجز ترابيزه ب $50. ممتاز، خلصنا كده. تعالى بقى نمسك اللي الاصناف بقى اللي هنضيفها الانجريدينتس بتاعتي. تعالى ناخد حاجه زي البيتزا. البيتزا بتروح طبعا في عند الديكوريتور. الديكوريتور ده اول حاجه في حاجه اسمها انجريدينت، وده بروتكتد. ده عباره عن ايه؟ عباره عن ده المخزن اللي هيشيل فيه تفاصيل باقي الاوبجكت. ونفس الكلام برضو بيمبلمنت الايه الاوفررايد للديسكربشن والكوست، خلاص. والكونستراكتور بتاعه هي نوع من نوع انجريدينت، وهنا عملت حاجه تطبع برضو الكلام كله تحت بعض نفس الفكره. طيب تعالى بقى نعمل ايه؟ خلاص كده تعالى نقول ناخد الكلام ده بس خليه في الاول. تعالى بقى نيجي عند باقي الاصناف. خلاص دلوقتي نفس الكلام في البيتزا، في العصير، كلهم نفس الكلام. بديله السعر مثلا ده $10.50 مثلا. نقفل ده كله مش محتاجينه، خلاص نفتح بس الديمو. الديمو الراجل ده اول ما دخل الزبون الكلاينت قال لك انا مش عايز غير ايه غير بس التيبل، بس انا عايز احجز ترابيزه.
شويه قال لك طب بص انا عاوز ايه، فنجان قهوه. تقول له اوكي ماشي، عاوز قهوه هنضيف لك في الانجريدينتس عندي نيو كافي، زود له واحد كافي، والانجريدينت بتاعته او المكونات بتاعته هتضاف على الكوست بتاعت الترابيزه. تعال نعمل سيف ونعمل رن. فقال لي انت حجزت الترابيزه ب 50 دولار وخدت واحد سوري فين الكافي، الكافي هنقول له ده كافي، وقلنا الكافي ب 15 دولار عشان بس الاسعار بتزيد. فايه تمام، فنقول له ران. فقال لي انت طلبت حجزت ترابيزه ب 50 دولار وخدت كمان واحد قهوه ب 15 دولار. شويه راح الراجل جياع فقال لك خلاص طب اديني بقى ايه، اديني واحد بيتزا، اديني واحد بيتزا كده تبقى لذيذه كده، يعني بحب البيتزا بس ماشي مش مشكله احطها في المثال. فاقول له كمان اديني كمان واحد بيتزا بالمنظر ده وتاني فبقى عندي حجز ترابيزه، وبعدين خد التكلفه بتاعتها دفع على الكافي. الرابنج بيطلع كده، الداتا بتطلع من ده بتروح لده وبعدين بتروح لده، وفي الاخر بتاساين الكلام ده كله للاب. فلو عملنا ران هيقول لي انت حجزت ترابيزه ب 15 دولار وخدت واحد قهوه ب 5 دولار و15 دولار وواحد بيتزا ب 10 دولار. طيب هزود كمان مثلا واحد مثلا عصير، يلا عشان اتاخرت على البيت وكده ما دام مش عامل اكل النهارده، فان ايه ناخد واحد عصير بالمره هذه. واحد عصير، فبرضه بعمل رابنج لواحد عصير معايا اهو كومبوننت جديد. انا قاعد بزود الفيتشرز بتاعتي واضيفها كلها في الاوبجكت الاساسي. لما اجي ران فراح قال لي ده ممكن كمان، احنا ممكن كمان نعمل ايه، ممكن في الاخر كمان نعمل حاجه تعمل توتال للي موجود في كل الكلام ده كله. طبعا المطلوب منكم دلوقتي نفس المثال وفي الاخر هيطلع لي لاين جديد اجمالي الريسيت قد ايه. انا مش يعني حاجه سهله فاضله لكم بس تعملوها، ان انا خلاص خلصت الريسيت وفي الاخر هيطلع لي اجمالي الايه المبلغ ده، يعني اكيد هيطلع لي اجمالي التوتال بتاع الطلب، وهيقول له في الاخر اديني لاين كده ويقول له التوتال هيطلع مثلا ايه ادي كده 35 و85 دولار ونص. فاقول له دلوقتي انت عليك 85 دولار ونص بالمنظر. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من المحاضره بتاع النهارده. طبعا الفيتشر حلوه جدا لو اتعلمناها، واحنا بنستخدم الكلام ده كله بس احنا بنشغله بشكل تراديشنال. تلاقي نفسك انت قاعد كل شويه تصنع كومبوننت وكريته وبعدين تاخد الفاليو تروح حاططها في الكومبوننت الجديد وبعدين هكذا. ولكن لو استخدمت الديكوريتور ديزاين باترن، اول حاجه انت بتطبق السوفت وير ديزاين باترن، الحاجه الثانيه بتسهل على نفسك الكود، ثالث حاجه الموضوع بقى فلكسبيليتي، رابع حاجه انت مش محتاج تعدل في الاوريجينال اوبجكت. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، يا ريت لايك وسبسكرايب وتجوين معانا في الفيسبوك يوتيوب لينكد ان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.